وإيه اللي خلاكي تحسي إن هي محتاجة علاج نفسي؟ ما بقتش زي الأول وبقت تعمل حاجات غريبة عليها. زي إيه؟ طول الوقت قافلة الباب عليها، لا عايزة تاكل ولا عايزة تشرب ولا عايزة تشوف حد، يدوب على قد الحمام وترجع تاني تحبس نفسها. بس كده؟ يا دكتور البت مخرشمة نفسيها. يعني هي اللي بتعور نفسها بنفسها؟ أيوة، أنا بشوفها بالصدفة، بس ده كتير، ده غير شعرها المتقطع. حاولت تنتحر؟ لا، وأنا هستناها لما تعمل كده، ده أنا بقيت أخاف أسيبها لوحديها. والحالة دي عندها من أمتى؟ من يجي سنة تقريبا. وعندك فكرة إيه السبب؟ والله يا دكتور ما حدا عارف. نادية، نادية، الكلام اللي بتقوله الست الوالدة ده مظبوط؟ انت اللي بتعوري نفسك؟ يا نادية انا بكلمك. طب ايه اللي حصل لك خلاكي تعملي كده؟ ازيك يا دكتور؟ استعد بقى عشان في حالة جديدة جاية لك بتجهزها كريمان في أوضة الكشف. ايه الحالة يا دكتور مجدي؟ عندها شوية خرابيش، بس انت لما تكشف عليها هتتأكد عندها ايه. اما من الناحية النفسية فانا لسه ما حددتش عندها ايه، لانها ما بتتكلمش، بس عينيها فيها فزع، يعني احتمال تروما. ايه نوع التروما دي؟ ما انا بقول لك ما بتتكلمش، اصلها صعيدية مش هتتكلم بسهولة. اه صعيدية بقى. لا هي اصلها صعيدي بس هي عايشة في القاهرة. انا بس عايزك تتأكد ان مش مامتها هي اللي عاملة فيها كده. في ايه بس؟ الدكتور هو اللي هيكشف عليكي. ما هو يا حبيبتي لازم يكشف عليكي ولازم تقلعي. طب اقول لك على حاجة، انا هخليه هو بيكشف عليكي ما يبصش. طب تحبي اخلي دكتورة ست هي اللي تكشف عليكي؟ طيب انا هروح استأذن الدكتور ان دكتورة هي اللي تكشف عليكي. ماشي؟ دكتور مجدي، الحالة عايزة دكتورة ست. نعم. يا ابناء ايه؟ طب روحي خليكي معاها وانا هكلم الدكتور عايدة. حاضر يا دكتور. دكتور عايدة. اتفضلي يا دكتور. طمني يا ستي، ادي الدكتورة عايدة بنفسها جاية علشان تكشف عليكي زي ما طلبتي. خير يا نادي، حلك. نادي انا مش عايزاكي تقلقي خالص، انا يا ستي اللي هكشف عليكي وانا اللي هتابع علاجك كله. خلاص طمني بقى، ساعديها يا كريمان. حاضر. ما تخافيش يا حبيبتي، احنا بس اللي معاكي، ما تخافيش. والجاكيت كمان يا كريمان لو سمحتي. حاضر. ما تخافيش يا نادي.